من احتفالات السنة القمرية اللي كانت موجودة بكل العالم، ننتقل مشاهدين لنحكي عن مهرجان جوائز المعمار اللبناني يلي بينظمه اتحاد المهندسين اللبنانيين. لنعرف أكثر عنه وعن أهدافه بنستقبل معنا باستديو بتحلى الحياة عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان ورئيس مؤسسة الجابري الجابرجي عفوا من أجل العمارة والمجتمع المعمار حبيب صادق، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا. يعني هذا المهرجان بشكل ظاهره جديده على المستوى اللبناني وعلى مستوى المنطقه، وينظم من اتحاد المهندسين اللبنانيين بالتعاون مع اتحاد المعماريين العالمي UIA واتحاد معماري حوض البحر المتوسط إمار واتحاد المهندسين العرب بصفه هيئه المعماريين العرب. هذا النشاط اليوم بيطل على الجسم المعماري من خلال إنتاجه المعماري المحقق من 2000 لحتى الآن، ومن خلال تسمية مشاريع معمارية ودعوة مفتوحة للمعماريين. وهالدعوة طالت فوق 200 مشروع، تم تحكيمهم الأولي لانتقاء 36 مشروع موزعين على الفئات، المباني السكنية الخاصة، المباني السكنية المشتركة، المباني السكن، المباني الميكس ديوز اللي هي استعمالاتها مختلفة، مباني التربية والثقافة والأرتس، مباني التي لها علاقة بالفنادق والسياحة، ترميم وإعادة تأهيل أبنية تاريخية، كذلك الأمر المشاريع الاستدامة ومشاريع الحيز العام و ترتيب الحيز العام، وفي جائزة تعطى نتيجة تصويت داخل النشاط، وجائزة الجوائز اللي هو أفضل مشروع لكل مشروع. مبدئيا عندنا 10 جوائز راح يتوزعوا. نعم أستاذ حبيب، هل في لجنة تحكيم من مين مؤلفة أيضا وكيف صارت الجامعة كمان؟ يعني احنا هالتحضيرات بدأت من سنة. نعم سبقها كان عندنا نشاط نحن اسمه الأرش ماراثون خلال العام الماضي، وهذا استكمال على 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 اطار باطاره اللبناني. يبدا النشاط بلجنه التحكيم من 6 محكمين لبنانيين، وينضم لهم 3 بالتحكيم النهائي من اتحاد المعماريين العالمي ومن هيئه معماريه حوض البحر المتوسط وهيئه معماريين العرب، بصيروا 9. خلال 3 ايام المشاريع المختاره واللي هي 36 مشروع عن هذه الفئات مقسمة بيقدموا عروضات لمشاريعهم هود المعماريين، ومش بالضرورة يكونوا بلبنان. هذه ما قام به المعماري اللبناني في كل العالم. حيالة بروجي ضمن هالكاتيجوري، وبيصير في تحكيم خلال 3 أيام وتعلن النتائج في اليوم الأخير اللي هو اليوم الثالث، ويتم تكريم هود المعماريين ووزع عليهم جوائز. قد ايه اهميته هالمهرجان على مستوى لبنان وعلى المستوى العالمي كمان ايضا؟ هذا مهرجان اول شيء مهم جدا يعيد الاعتبار على المستوى اللبناني الى حق من حقوق المواطن اللبناني ان يعيش في عماره جميله تحقق حاجاته، ان يتمتع بالحياه، لانه هذا الفضاء اللي عم يشتغلوا فيه واللي عم يسكن فيه واللي عم يترفه فيه وفضاء معماري طبعا. وهناك ضروره ان يبدأ المواطن اللبناني يتعاطى مع العمارة كأنها حق من حقوقه إلى جانب غذائه السليم. يضاف له هذا المهرجان بشكل مناسب لتقييم هالمعماريين وإنتاجهم، وخاصة اللبنانيين، لأنه هذا التصميم المعماري، الابتكار المعماري، الدلمع المعماري أصبح سمة للشباب اللبناني. وبنفس الوقت هذا بيفتح مجال لتقييم انتاجنا المعماري، وهذا الاساس. عم نقيم انتاجنا المعماري، عم نحاول نعطيه اليوم سمات لها علاقه بحاجاتنا، بثقافتنا المعاصره اليوم، وبنفس الوقت بيفتح المجال للتعاون والمشاركه مع طلبه الجامعات، وهي مشاركه رئيسيه بهذا المهرجان، من خلال تطوع طلبي واساتذه بيوصلوا بحدود 100 طالب رح يشاركوا بتنظيم المهرجان، الى جانب معرض مخصص للجامعات بانتاجها الاكاديمي، وبنفس الوقت في معرض ومهم جدا للمساهمين والمستثمرين في قطاع العماره. اوكي.
وهذا بيشكل نوع من التفاعل بين المنتج للعمارة ما بين المستثمر في العمارة وما بين الدارس للعمارة، وهذه مساحة جدية للمرة الأولى. يعني بتبادلوا الخبرات وبتبادلوا أيضا الداتا بيس اللي هي كتير مهمة. صحيح صحيح. بالعالم العربي أيضا إذا عم تدعوا الكل مشان تشارك بهيك مهرجان، رح يكون في ندوات، رح يكون في حلقات حوارية غير النشاطات اللي رح تقوموا فيها أيضا بقلب المهرجان. صحيح، بترافق مع النشاط حلقتين حواريتين، واحدة مع شخصية معمارية عالمية اللي هي توشيكو مورو. نعم. موري اللي هي أركيتكت أو معمارية يابانية أمريكية من هارفارد، وعندها إنجازات وساهمت بإدارة أكثر من قسم عمارة بأمريكا. وعندنا الدكتور خالد السلطاني اللي هو معماري عراقي كشخصية معمارية عربية. نعم. وسيتم طرح اليوم أهم ما ننتجه من عمارة، ومسألة المسألة المتعلقة بتقييم إنتاجنا المعماري وما نحن قادمون إليه في ظل هذه التحولات اللي عم تحصل. نعم. أستاذ حبيب، بتحب تضيف أي معلومات؟ يعني بالنهاية يعني أدعو كل اللبنانيين، لأنه هذه قضية تهمهم، ما يجري بهذا المهرجان كتير مهم لأنه هو جزء من حياتنا، وأنا أتمنى على الراغبين بالتواصل في www.lebanesearchitectawards.com فين يفوتوا يتواصلوا يتسجلوا قبل ما ينزلوا، ورح يكون فسحة جدية من التواصل والتفاعل. صح. بين كل هذه الفئات. نعم. وبشكركم جزيلا. شكرا لك. خلينا نشوف هالتريلر قبل ونرجع. اتحاد المهندسين اللبنانيين ينظم جوائز المعمار اللبناني Lebanese Architect Awards 2017. 36 مشروع معماري لبناني مشارك، 9 أعضاء لجنة تحكيم رئيسية، 60 مؤسسة مشاركة من قطاع العمارة، 10,000 زائر، 16 كلية عمارة مشاركة، 10 جوائز معمارية. Lebanese Architect Awards من 16 إلى 18 شباط 2017. بيال، بيروت. أستاذ حبيب صادق، نحن نتشكر وجودك معنا، كل التوفيق لكم بهالمهرجان يلي يمكن من خلاله عم نشوف قدرة وثقافة المعمار بإبداعه مش بس بلبنان وإنما أيضا على المستوى كمان العالمي. اسمح لي والكلمة أخيرة. فضل. انطلاقا من هذه العاصمة اللي اسمها بيروت، في ظل هذه العتمة التي تحيط فينا، نعم، نتمنى أن نكون نقطة الضوء التي أن تعم في هذه المنطقة. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا.